للوطن أفضل عبادة. صباح الفل عليكم، صباح الخير. دايما دايما نبتدي بالخير، كل اللي يجيبه ربنا خير. صباح الفل على مصر العظيمة والإخلاص والمحبة. مش عارفة يعني هو قدري ولا قدرنا ولا يعني ايه بالظبط. هكون معاكم انا النهاردة أسماء مصطفى. تقريبا هو قدرنا كلنا مع بعض انه يعدي علينا ايام صعبة قوي. فبدل ما اصحى الصبح كعادتنا شخصيتي المتفائلة، اللي أنا برضو دايما على فكرة متفائلة، فابتدي كل يوم أعزي. يعني النهاردة حتى تحس إن الواحد معرفش، يعني حاسس إنه مش عارفة يعيط ولا يصوت ولا يصرخ ولا يعمل إيه. يعني أنا شخصيا بقعد كده أفكر، طب أنا المفروض أعمل إيه؟ طب أنا أكلم الناس إزاي؟ ما أنا بقى يعني إحنا بشر، فأحيانا بتلاقي نفسك عاجز يعني إن أنت حتى تعبر عن اللي جواك. يعني لو البكا بيرجع اللي راح، حتى برضو كان الواحد قاعد يبكي بدل الدموع دم. طيب قدرنا زي ما بقول لكم، كل يوم عندنا جنازة لكن احنا صابرين، وده قدر المصريين كلهم. يعني مش قدر بيت لوحده. فهنبتدي تقديم التعازي، اللي هي احنا مبقيناش بنعمل حاجه برضو غير ان احنا بنعزي. خلينا نعزي طبعا، ولازم العزا واجب، العزا واجب لاسره الشهيد العميد اركان حرب عادل رجائي قائد الفرقه المدرعه بالقوات المسلحه. تعزينا ليه طبعا، كلمات التعازي كل ما بنملك نقدمه لاسرته طبعا، ولزوجته الاستاذه سامية زين العابدين، أستاذة الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، ومحبيه ورجال القوات المسلحة ومصر كلهم طالته يعني إيد الإرهاب. خلاص إرهاب، إحنا كنا بنقول في سينا، فعشان كده أنت قاعد في البيت مش حاسس. لا دلوقتي اغتيالات، استهداف لقيادات، التاريخ الأسود اللي طول عمره مليان بالخديعة والدم موجود. يعني واضح ان احنا لسه ما حطيناش نهايه ليه، يعني نفضل عايشين فيه كتير. في نفس الوقت برضو نعزي الشرطه المصريه. ما مش كان انا مش عارف يعني ما بعرفش اقعد انا كما يعني انا بطبيعتي حد ما بحبش ال التعازي، لكن قدر الشرطه المصريه وابناء مصر في وفاه الرائد شهيد الله يرحمه شاهد الرائد محمد الحسين اللي استشهد طبعا نتيجة للإصابة اللي تعرض ليها في يعني حادثة اقتحام سجن المستقبل في الإسماعيلية. ولما باجي أبص للي احنا بنشوفه ده، بصوا النهاردة مفيش ضيف هيطلع يكلمنا. مش هقولك إن أنا هجيب حد يفهمنا يفوقنا، هيبقى معانا طبعا ناس، بس النهارده مفيش ضيف. النهارده حضراتكم اصحاب البرنامج ده، وانتوا اصلا من الاول اصحابه. فالنهارده حضراتكم انتوا، انا بتكلم على المصريين كلهم، انتوا اصحاب البرنامج ده، انتوا اللي هتقرروا تقولوا ايه، انتوا اللي هتقولوا لي ننصح بعض ازاي، انتوا اللي هتقولوا لي نحس ببعض ازاي ونخلص ازاي من يعني بصوا في حاله دلوقتي بتتعمل من التوهان. عارف حتى الواحد قلبه وجعه خلاص مش قادر. عارف خلاص كل يوم جنازة، كل يوم شهيد، كل يوم جنازة، كل يوم شهيد، كل يوم. وانا اسفة جدا، انا النهاردة مش هقدر اكلمك في الحاجات اللي انت بتكلمني فيها، عشان احنا لما نيجي للموت فالموت ليه احترام، يعني نقدر بعض شوية. يعني هتقولي ما أنا عايش في أزمة، أيوة إحنا عايشين في أزمة، أيوة عندنا غلاء أسعار، ما أنا بعترف لك أهو، أنا قلت لك إن لأ ما عندناش، وأنا قلت الكلام ده قبل كده على طول، نعيده تاني. أيوة إحنا عندنا أزمة، وأيوة عندنا غلاء أسعار، وأيوة عندنا نقص سلع مش موجودة، بس أنا بكلمك في ناس حياتها بتروح. ما بكلمكش في واحد كل ازمته انه نازل يجيب
كيس السكر لقاه غالي او ما لقاهوش، او حد كان عايز يعمل حله محشي ولا حاجه فما لقاش كيلو رز، او لقاه بس غالي. يعني عارف حتى الواحد يبقى مكسوف من نفسه بجد، نبقى مكسوفين من نفسنا لو انا عشان اجامل حد معين او تمشي مع طيار معين او تمشي مع فكر معين نطلع نتكلم مع بعض في الكلام ده. احنا حتى لازم نبقى حاسين ببعض، احنا عندنا حداد، احنا عندنا البيوت اللي جنبنا جارك عنده جنازة، عنده مصيبة، عنده واحد مات استشهد، معنا مين يا رب؟ ناخد ليلى من القاهرة. ليلى صباح الخير يا ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجة ليلى. ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله عايشين. عارفين كل شوية نعزي نفسينا نعمل ايه؟ مش عارفة. نفسي بقى نتوجه كده، نفسي اصرخ للشعب المصري اقول لهم فوقوا يا مصريين، ده اللي بيتدبر، بلا سكر بلا شاي، ده كل دي حاجة هايفة وخايبة. فوقوا بقى، فوقوا بقى، عرفوا الخطة جاية ازاي، عرفوا ان هم عايزين يخلصوا علينا، عايزين خلاص هم بيتفقوا على ان الاخوان يعني هم اللي راجعين. اخرسوا، عيب عليكم، عيب عليكم لما تقولوا 11 ونيله وزفت على دماغهم. 11 ايه ونيله؟ رجعوا اخواتي من الناس اللي بتموت دي، راحت كده اخوان ايه؟ ده كسر اسود من شعر دماغنا. ده هم دلوقتي بيقولوا مرسي جاي، انتوا عايزين مرسي يجي؟ بعد اللي عملناه ووقفنا واتمرمطنا في الشوارع، احنا بقينا نمشي في الشوارع مش حاسين رجلينا وجعانا ولا ايه؟ عشان غرضنا اللي احنا عايزينه. والله يا حاجه ليلى بصي، انا النهارده قلت انا اصلا حرام عليكم، والله حرام، كل ده من نقطه الدم من كل واحد بيطلع في الاعلام يستضاف الاشكال دي، او اللي بيقولوا عليهم النشطة ولا الطابور الخامس. حرام عليكم، ارحمونا، ارحموا البلد، ارحموا البلد، لو راحت مش هتيجي تاني، عمرها ما هتروح والله مهما تعملوا، والله مش هتروح تاني، خلاص مصر طالعه لقدام مهما تعملوا ان شاء الله. اللي كام عاملين حكايه دول كام يعني؟ 500 مليون، احنا 90 مليون، احنا ناكلهم بسناننا. ما تدوش فرصه، ما تدوش فرصه لحد يدخل بيننا وخلي مصر دي ملهاش ثمن. لا مصر كبيره قوي، لو انتوا مش عارفين قيمتها، احنا الكبار العجايز اللي عارفين قيمه البلد دي، لان احنا تعبنا فيها، حضرنا الحروب وعديناها. السكر ده كنا بنقف بالبون عشان نجيب باكو شاي وباكو سكر، ما كانش في حد بيتكلم، بنقول بس اهم حاجه الجيش يبقى، الجيش يبقى قوي. يا ناس حسوا، يا ناس ارحموا الراجل اللي دايخ، ربنا يقويك وعينك يا عبد الفتاح يا سيسي، وينصرك على من يعاديه، بحق جاه النبي يا رب انصره عليهم ان شاء الله. اللهم امين يا رب. وباذن الله احنا ننتصر، وجيشنا هينتصر، مش هيتهزم جيشنا، مش هيتفرق ولا هيتكسر جيشنا ابدا ان شاء الله. أنا نفسي اصرخ كده يا اسماء واقول في ايه. والله يا حاجه ليلى، انا 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 قلت النهارده انا مش هتكلم، هم دول الستات المصريين، وانا واثقه ان وامهاتنا، انا واثقه حرام حرام، انا واثقه انه انا والله العظيم يا حاجه ليلى، انا عماله طول الليل اكلم نفسي اقول هو انا، طب انا لازم اجي الصبح الهوا ولازم اطلع وده شغلي، ما انا ولازم يا حبيبتي من اللي احنا فيه، ما هو كل يوم بتبكي. انا والله حاسه ان انا مش عارفه اقول ايه اصلا، انا مش عارفه اتكلم. كلنا نفس احساسك يا حبيبتي، كلنا يا بنتي نفس احساسك، كلنا مصريين وكلنا المفروض يكون عندنا دم ونحس ببعض ونبطل بقى النغمه قولت 11 ونيله اللي بيضحكوا علينا فيها، ومحدش هينزل اقسم بالله، وعدوا قدام يا حاجه ليلى ما ينزلوا يا حاجه ليلى. هو احنا مرعوبين؟ هو احنا بنتهدد؟ ما ينزلوا هم. بصي يعني ما تنزل، هم عاملين ده، عاملين حاجه كده راعبين الناس. الحمد لله حسبنا الله وانت الوكيل فيهم يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله وانت الوكيل فيهم، ولا لهم قيمه ولا لهم نازله ولا طالعه. ان شاء الله بلدنا هتعدي بامان وخير باذن الله، باذن الله، باذن الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك يا حبيبتي، بشكرك حاجه ليلى، ربنا يخليك. على فكره يا جماعه، يعني نموذج الحاجه ليلى او شخصيه الحاجه ليلى، شخصيه الام ست المصريه، موجوده كتير جدا. ستات مصر طول عمرهم بصوا
احنا الستات محدش يشغل دماغه بينا، احنا بنشيل الهم وبنعرف نشيله كويس قوي، بنعرف نشيل المسؤوليه وبنعرف ندبق امورنا وبنعرف نوفر من هنا ومن هنا ونشيل من دي ونحط في دي. بس ما فيش ام، شوف كل ده ممكن الست تعديه، كل ده ويبقى مش فارق معاها، تبقى متضايقه اه بس تعدي تعدي ما فيش مشكله. لكن اللي ما بنعرفش نعديه هو الحرقه، الحرقه على ولادها اللي بيقعوا. ناخد هشام، هشام من شرم الشيخ. يا هشام صباح الخير. صباح الخير. صباح النور يا هشام. تعزية للشهيد واسرته. ربنا يرحمهم يا رب. انت ماسكة نفسك من العياط ليه؟ خلاص انا تعبت يا هشام، مش قادرة اعيط بصراحة، تعبت تعبت وتعبت. ولما بنطق وبنعيط يقعد يقول لك انتوا مش عارفة ايه، اعمل ايه يا هشام؟ انا على فكرة انا زيك بالظبط. انا زيك هطق. احنا اصلا ما بناخدش عزا غير لما ننتقم للي مات، والانتقام للي مات ده او اخذ الطار ده موجود في القران، ويعني احنا كشعب مصر يعني واثقين بيه. انا في رايي ان اتخذ قرار سياسي بضرب مقر حماس، لان حماس هي اللي بتختال وهي اللي بعت الناس، وهم الدراع العسكري لجماعه الاخوان المسلمين. فاحنا مش عايزين نعيط، احنا عايزين ناخد طارنا. الناس اللي بتتقتل كل يوم مش معقوله نفضل ساكتين. والله يا استاذ هشام لو كان يعني انا بقول لك الواحد يقعد يبكي العمر كله وبدل الدموع دم مش هتفيد بحاجه. بس احنا ليه لا بس الواحد يعني بيبقى خلاص بقى يعني تعبان، يعني خلاص اللي احنا بني ادمين يعني، انت متخيل يعني لازم قرار بالرد. ما ينفعش ان احنا نفضل نعيط ونعزي وندفن ونقول في الدنيا هتتغير. الدنيا مش هتتغير كده لوحديها. لما حضرتك الناس اللي هي اصلا طلعت عن احترامها لعلم مصر واحترامها لدولة مصر، ان المفروض ان دي دولة وان هي ليها كيان، الناس دي اصلا مش مفروض تبقى عايشة معانا في وسطنا. اللي عايز ياخدهم اهلا وسهلا. احنا الناس دي بتحاربنا من جوه من جوه. ياخدهم فين؟ ياخدهم فين؟ احنا مبليين بيهم يا استاذ هشام. حضرتك لو تركيا عايزاهم، لو تركيا عايزاهم تاخدهم. يلا مع السلامة. لا لا لو مركب اللي تودي. عايزاهم تاخدهم. احنا مش عايزين الناس دي في وسطينا. هم نفسهم قالوا بتوصل في مصر. احنا بنطبطب عليهم ليه؟ محدش بيطبطب على حد يا استاذ هشام. محدش وحضرتك محدش كل دلوقتي يقتلونا واحد. محدش دلوقتي هيطبطب عليهم. في دموعك والطار لازم يتاخد. وبدا يعني بدعي ان السياسه السياسيين بتوعنا يتخذوا القرار بالعقاب. ما ينفعش نفضل مستنيين كل شويه يقتلوا لنا 13، يقتلوا لنا 9، يقتلوا لنا 18 وهم بيفطروا في ايام محمد مرسي، حتى لما ضربوا الضباط والعساكر وهم بيفطروا في رمضان كان واضح ان هي ضربه من حماس. كل الكلام ده لتأديب الجيش المصري، كل الكلام ده لازم يترد عليه. الموضوع طول قوي والمفروض الرد يتخذ قرار سياسي بضرب مقر حماس جوه غزه. سهله بسيطه ممكن جيشنا يعملها في ربع ساعه. جيشنا يقدر يعمل كل حاجه يا استاذ هشام. جيشنا يقدر يعمل كل حاجه. التانيين ايه بقى؟ التانيين ايه؟ احنا فلو سمحتي بطلي تعالي. حاضر. شد حيلك. شد على الله. كلنا محتاجين نشد حيلنا وكلنا محتاجين يعني نقول شدي حيلك يا بلد. كلنا محتاجين نقول شدي حيلك يا بلد. كلنا محتاجين دلوقتي والله العظيم نقول يعني بشكرك جدا استاذ هشام. كلنا محتاجين دلوقتي نقول مدد مدد شدي حيلك يا بلد. محتاجين كلنا نقول لبعض كده. ويعني انا عايزه اقول لكم ان لما بنقعد نبص كده، طب يعني تفتكروا نعمل ايه؟ ناس امبارح قعدت تقول لي احنا عايزين قضاء عسكري. طيب ما هو اصل الدستور ما ينفعش في محاكمات عسكريه، اصل في حاجات محتاجه قرار،
اصل البرلمان لازم يتحرك، اصله احنا بنلهي، بنتلهي ساعات في حاجات كتير قوي. بس انا مصره برضه اقول النهارده رغم كل الوجع، رغم كل الحزن، رغم كل حاجه، مدد مدد وشدي حيلك يا بلد، وهنسمعها وبص هقول لك على حاجه، بلاش تشوفني، ادي حتى ظهرك للتلفزيون، اسمعنا بقلبك بودانك، احنا محتاجين الكلام ده. على فكره اهالينا هم كانوا بيعملوا ده، كانوا كلهم بيقفوا جنب بعض ويقول لك انا عارف انه في شهيد، في الف غيره بيتولد، بيقول لك مدد مدد، شدي حيلك يا بلد، شدي حيلك يا بلد. ومدد مدد مدد مدد، شدي حيلك يا بلد، مدد 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 مدد، شدي حيلك يا بلد. إن كان في أرضك مات شهيد، في ألف غيره بيتولد، مدد 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 مدد. بلدي يا بلدي يا بلدي، يا حبيبتي راجعة زي طير، يا حبيبتي راجعة زي طير، راجع لأحضان الصحاب، الحضن يم الشوك حرير، يلي فتحتي ألف باب، الحضن يم الشوك حرير، يلي فتحتي ألف باب، يا سينا من سينا اللي فات، يا أغلى أغلى الذكريات، يا شراع في بحر في انفراد، مدد 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 مدد. بصوا هي دي مصر، كلنا النهارده هنتفق على حاجه واحده مهمه جدا، هنشد حيل بعض. عارف انت ما يبقى واحد قاعد وانت تمد ايدك تقومه، احنا عايزين كلنا نمد ايدينا لايدين بعض، معلش اللي لسه بصحته قادر يمد ايده لحد يقومه يقوله يلا يلا نقوم مع بعض. زي ما قلت لكم انه يعني احنا اصلا غصب عننا، يعني يقول لك ايه، ما بنعرفش نمسك دموعنا، وزي ما بنقول الدمعة قريبة، بس عارف تحس ان انت اصلا مخنوق، دموعك خلاص وقفت، مش عارف اصلا، اللي هو بيبقى نفسه يطق ويزعق ويعيط ويعمل كل حاجة، بس مش عارف، خلاص مش عارف من كتر الحزن، مش عارف. طب احنا هل هنقعد على طول في حزن؟ مينفعش. هنقعد كل يوم قلبنا محروق وموجوع؟ طيب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ زي ما قلت لكم النهارده مفيش ضيوف، النهارده محدش هيتكلم غيركم، التليفونات مفتوحه، ارقام قدامكم، انا معرفش انتوا عايزين تقولوا ايه، قولوا اللي انتوا عايزينه، قولوا اللي انتوا عايزينه، احنا محتاجين نفوق، محتاجين نفوق فعلا، محتاجين نفوق، ما ينفعش خلاص نفضل ما نفوقش. بص هتلاقي بكره ازمه طلعت لك، ازمه جديده، سيبك من ازمه السكر والرز دلوقتي، اي ازمه، المهم ان انت تفضل ملهي. فما تفضل ملهي تقوم ما تشوفش حاجه غير نفسك بس، تقوم بتتعامل بمنتهى الانانيه، بمنتهى الانانيه وانا اعنيها، والانانيه دي على كل المستويات مش على مستوى واحد بس، الانانيه دي بقت موجوده في كل المستويات، كل واحد همه حاله، همه حاله زي ما يكون، حد ممكن يكون ازمته في كيس السكر، واحد تاني ازمته انه عايز يجيب الموبايل اللي نزل جديد، كله كده، كله ملهي، كله ملهي. حتى في ناس كمان ممكن تيجي تلاقيها بتلهيك، بتلهيك عن تخلينا ما نسمعش كمان بعض، يعني تبقى اسماء بتكلمك مثلا، انا بضرب دايما الامثله على نفسي عشان ما بحبش اجيب سيره حد، تبقى اسماء مثلا بتكلمك تلاقيه يقول لك عم بص لهم دول مش عارفه عاملين ازاي، دول ازاي هي عامله شعرها ازاي النهارده، تصدقوا تصدقوا ان ده بيحصل؟ بس انا متاكده ان ده بيحصل، هتقول لي من ناس زينا، لا مش من ناس زينا، هو واحد بيخش الاكونتات اللي بقت ماليه الزفت الاختراع ده، اللي بعتبره نكبه
اقسم بالله العلي العظيم الفيسبوك ده نكبه وسواد على مصر وعلى الدول العربيه كلها، نكبه وسواد. كان يوم اسود ومهبب يوم ما الاختراع ده دخل عندنا، كان يوم مهبب. انا بقيت بكرهه بكرهه. ناخد سميحه من القاهره. سميحه صباح الخير يا سميحه. السلام عليكم يا بنتي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاجه سميحه. انا اولا بعزيك وبعزي الشعب كله وبعزي ام الشهيد وزوجة الشهيد واولاده وربنا يرحمهم جميعا. ثانيا يا بنتي انا بشكرك على شجاعتك وكلمه حق اللي انت بتقوليها في وجه ظالم بعباده سنه. ما شاء الله عليك يا بنتي. ايوه احنا عاوزين الشباب الصغير كده يقول كلمه حق. انا حرم شهير ملاح جوي بقالي 38 سنه. اهلا بحضرتك. طب ممكن حضرتك تقولي لنا اسمه برضو نتشرف بيه لو امكن؟ لا طيب معلش. لا لا اتفضلي. لا انا عشان ايه ولادي ما شاء الله يعني بيت رب ولاده ربنا يحفظهم واحلى تعليم واحلى حاجه في ظل يعني البدله اللي هو كان لابسها ولغايه عندي لغايه دلوقتي عندي في جلابه محتفظه بيها. شايلاها يا حاجه سميحه عندك؟ نعم شايله البدله عندك في الدولاب. البدله الشتوي وبدله الطيران وبدله الصيفي والنياشين بتاعته وادواته الملاحيه كلها ولولاده يعني ما حسوش ان ابوهم غاب عنه. خرجت ولد من كليه الهندسه ما شاء الله من هي الاوائل على الشرق الاوسط في مجال تخصصه، وبنت ما شاء الله في مديريه اداره في مصر الطيران والثالثه مدرسه. كان سنهم واحد سنه ونص اربع سنين خمس سنين. تحت يعني اللي عاوني في كده الرعايه الصحيه الترفيهيه الصحيه. الله وما كانش لنا طلبات فئويه. هاتي لي اي ضابط اي عسكري اي طيار جيش لطلبات فئويه ما بيطلعوش يقولوا حاجه والله، ولا اهاليهم بيقولوا حاجه. عمرنا ما سمعنا والله حاجه سميحه ما كان لنا طلبات ان 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 يقولوا لنا ان زوجة شهيد بتطلع تقول ادوني ولا جوزي راح عشان البلد هتعوضني ازاي ولا بصينا يا بنتي للي بيقولوا معاشات كبيره الجيش بيصرف عليكم كتير اللي كده. والله العظيم كان معاشي اياميها 90 جنيه من 38 سنه وما كانش لنا طلبات فئويه. اللي بيحصل ده كله اللي بيحصل ده يعملوا اللي يعملوا. مرينا اللي هي الأزمة اللحمه وكان الريس عمل ثلاث ايام ومرينا منه. مرينا في زوبعه فاكره كلمه الريس لما قال زوبعه وفنجان؟ ايوه دي زوبعه راح للشهيد الرئيس انور السادات. ايوه انت عارفه الخياط بتاع الخياط هي الزوبعه دي فيها وهنمر بيها في ظل الناس المحترمه الناس المؤدبه. طب احنا حاجه سميحه حضرتك بتشوفي احنا اتغيرنا ليه؟ احنا ليه مش يعني ما فيش انتوا بتقولوا ان انتوا استحملتوا ظروف اصعب مننا، لا بتاخدوا لحمه ولا عندكم اكل ولا بتطلبوا حاجه والبلد بتحارب ويعني انتوا ازاي كنتوا كده طيب؟ يعني ربنا مشبعنا احنا شبعانين من الايمان ما شاء الله ومن التربيه ومن الاخلاق. ما كانش في حاجات اللي هي حتى اولادي دلوقتي ما شاء الله يعني على الاخلاق والتربيه. والشيخ لما كان بيجي يقرا لهم قران ويحفظهم قران فين ده؟ فين ده؟ فين الحاجات دي؟ والطفل لما كنت بعلمه رياضه عشان يلعب رياضه عشان يعرف ان الرياضه دي لا يمكن يشرب سيجاره يمكن يشرب شيشه لا يمكن يشرب الحاجات دي. ما فيش الحاجات دي. فين التربيه الوطنيه في المدارس؟ فين حصه الدين اللي هي في المدارس؟ فين الانشطه؟ مش موجود يا حاجه ليلى حاجات يا حاجه سميحه حاجات كتير جدا راحت. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه انه مع الاسف ان انا مثلا ممكن الاقي اب بيشتكي بس بيشتكي وهو بيدور يروح يجيب لابنه موبايل ولا تابلت مش بيدور عشان
عايز يعلمه زي ما حضرتك بتقولي، يعني ممكن ابقى بكافح، عايزه احسن المستوى الدراسي بتاع ابني، عايزه اخليه احسن، لكن الطموحات دلوقتي اتغيرت، بقت الاحلام كلها بقت ممكن تبقى في موبايل على ايامهم، على تابلت. اسماء كنا بندي دروس خصوصيه وبندي كله، بس كان في بركه، في بركه. قوم يا ابني صلي الصبح، قوم يا ابني قضاء الحاجه، قوم يا ابني كده، قوم يا بنتي قوم كده. الكلام ده زن على الطفل. لازم قبل ما تنزل صلي، اتوضى طب وانزل. تربيه. هي التربيه والوعي في المدارس. ادعي لنا يا حاجه سامية، ربنا يفك كربنا ويوفقك يا جيشنا، ويوفقك يا رب بيتنا، يا رب يعني ويرحم موتانا كلهم. والله انا ما كل ما واحد بيسقط بيموت بفتكر كل اللي جرالي وكل اللي حصل، وربنا المستعان، وربنا يكرم كل أم، ربنا يجازيكي جزاء صبرك خير يا رب. أنا يا رب يعني جزيكي خير يا رب، جزاء صبرك قادر كريم، ويحفظ لك اولادك كلهم. وشرفتينا والله النهارده، يعني بجد لينا الشرف ان احنا بشكرك جدا يا حاجه سميحه، يعني لينا الشرف بجد ان احنا نسمع امهاتنا، يعني بجد يقولوا لنا شوفوا، يعني بتقول لك انا 38 سنه وهي ارمله من 38 سنه، ما تشعيب ثلاث اولاد، بتقول لك ما كانش عندنا حاجه. فعلا بجد لما تيجي تبصوا دلوقتي، لكن الحاجه سميحه لفتت نظري لحاجه احنا فعلا ممكن تكون مغيبه شويه ولا مش واخدين بالنا منها، ان هم احنا ما بنشوفش ليه اسر الشهداء بيطلعوا يشتكوا، ما بنشوفهمش ليه بيفكروا زي ما ناس تانية بتفكر، ما بيطلعوش يقولوا احنا عايزين 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 عايزين، لا بنلاقيهم زي ام اسلام كده. ولو عندي الف الف زي اسلام ما يهزوش على مصر، بنلاقيهم كده تصدقوا. طيب يا دير يلا فاصل. النهارده البرنامج بتاعكم مفيش حد، تليفونات مفتوحه، حضراتكم اللي هتكلموا، انا شخصيا مش عايزين نسكت خالص، انا هسكت، انتوا اللي هتكلموا. فاصل. يعني انا عماله اجمع، يعني بقى عماله اجمع بجد، يعني عشان اشوف هنتكلم. يعني انا دخلت اقرا التعليقات يعني على اللي موجوده على صفحه البرنامج وعلى الفيسبوك، والناس اللي بعتت تقول احنا عايزين صوتنا يوصل، عايزين نشارك. انا قلت لكم النهارده احنا بنعتذر، مش هيبقى فيه معانا اي ضيوف خالص في البرنامج، بكررها تاني، حضراتكم البرنامج ده بتاعكم، قولوا فيه كل اللي انتم عايزينه. والحاجة اللي بأكد عليها إنه ما تخليناش نتلهي في حاجات تخلينا نبعد عن القضية الرئيسية اللي احنا جايين نتكلم فيها النهاردة. القضية الرئيسية اللي احنا جايين نتكلم فيها النهاردة هي مصر، مصر اللي احنا كلنا لازم نحافظ عليها. معلش تعال على نفسك شوية، استغنى عن الحاجات اللي تعباك، وما تخليش حد يقعد يلعب في دماغك ويقولك يا سيدي وانا مالي. يعني ايه وانت مالك؟ امال مين اللي ليه مال؟ مين اللي ليه مال؟ انا عايز افهم مين اللي يبقى ماله يتحافظ عليها ازاي. بصوا وانا هقولها واعنيها، يعني احنا عايزين طول الوقت نرمي المسؤوليه على غيرنا، قليل قوي دلوقتي اللي عايز يشيل مسؤوليته ويتحملها، قليل قوي، واللي بيشيلوا مسؤوليتهم هما اللي واقفين بيدافعوا عننا وبيستشهدوا في سبيل الله، في سبيل البلد دي. وعشان حضرتك وانت قاعد دلوقتي تبقى قاعد، في ناس انا مش هرد عليها اصلا عشان هم مستاهليش ان احنا نرد عليهم، والحقيقه انا اسفه جدا، بعتذر، انا الفيسبوك مش مجالي النهارده خالص، تليفونات مفتوحه، انا عايزه اكلم ناس حقيقيه. ايوه انا بقول لكم عايزه اكلم ناس حقيقيه، انا ناس على الفيسبوك دول احنا مش عارفين هم مين، فيهم ناس حقيقيه بس فيهم ناس تانية
كتير مش حقيقيين وادخلوا وتأكدوا بنفسكم. تلاقوا حسابات مفتوحة بقالها يومين وتلاتة وأسبوع وانتوا مش عارفين دول مين. هتلاقوا حسابات مكتوب عليها كاليفورنيا ومن ولايات كتير في أمريكا احنا ما نعرفهمش. هتلاقوا واحد حاطط لك علم تركيا وممكن تلاقيه حاطط لك علم مصر كمان بالمناسبة، أو حاطط لك صورة الرأي الشخصية. أنا مش عايزة أكلم حد معرفوش، أنا عايزة أكلم إحنا الناس اللي نعرفها بصوتك الحقيقي بشكلك بوشك. أنت عارف إن دلوقتي إن أنا قدامك أسماء، ده شكلي، ده صوتي، دي حقيقتي، لكن أنت مين؟ الناس اللي بنقعد نسمعهم على الفيسبوك دول مين؟ مين؟ فيهم ناس حقيقيين؟ أنا بقول لك آه، بس الأكتر مش حقيقيين. الأكتر مش حقيقيين. والأساتذة بتوع السوشيال ميديا والآي تي فاهمين ده كويس جدا، عارفين إنه ده مش حقيقي. ناخد حسام من المنيا. حسام، ألو حسام. أيوه. صباح الفل أستاذ حسام، إزي حضرتك؟ صباح النور. إزي حضرتك؟ الله يخليك. أنا عايز أكلم الاستوديو. اتفضل، أنا معاك الاستوديو الهوا مع حضرتك يا فندم. وحضرتك اسمك إيه؟ أنا أسماء مصطفى، المذيعة اللي بقدم البرنامج يا أستاذ. أهلاً يا أستاذة أسماء. أهلاً بحضرتك يا فندم. أنا عايز يعني أعبر عن شعوري والحالة النفسية اللي أنا عايش فيها. اتفضل يا أستاذ. كل يوم شهيد وكل يوم نار وكل يوم بنبكي جنب التلفزيون. لابد السيد الرئيس يتخذ موقف حاسم جداً وفوراً. أول حاجة يحظر تماماً إطلاق الزقون. لأن أي أسرة أي شهيد لما تشوف واحد بدقن ده اللي قتل أبويا أو ده اللي قتل جوزي أو ده اللي قتل ابني، شعورها إيه حضرتك؟ بس إحنا مقدرين، بس هو رئيس الجمهورية يعني يا أستاذ حسام أنا بشكرك جدا، ما يقدرش يتدخل في حاجة زي كده. إحنا بنقول كل واحد حر يعمل يعني اللي هو عايزه يعني، ومع الأسف الناس دي حتى يعني دول بيتستروا باسم الدين عشان يسيئوا للدين الإسلامي. أنا مقدرة طبعا شعورك جدا وبشكرك، لكن أنا عايزة أقول لكم على حاجة يا جماعة برضو أنا هقولها. رئيس الجمهورية في إيده مفيش صلاحيات كتير على فكرة، ده الحقيقة، ده الحقيقة. يعني عندنا الدستور لما تحط، إحنا كان عندنا شحنة من رؤساء الجمهورية ومن الرئيس السابق، فلما جينا تحط دستور اللي احنا اقرناه 2014 نزعنا، بقولها لكم نزعنا احنا المصريين بارادتنا صلاحيات كتير جدا من رئيس الجمهوريه. بقت في حاجات كتير جدا مش في ايده. رئيس الجمهوريه ما يقدرش يغير حكومه لو هي الحكومه مش عاجباك. ما يقدرش يعمل تعديل في ماده في الدستور من غير ما انت توافق. دي الحقيقه. يعني ناخد احنا معانا مداخله من الاستاذ ماهر فرغري الباحث في الشؤون الاسلام السياسي. استاذ ماهر صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. انا يعني استاذ ماهر، يعني بما ان حضرتك متخصص في شؤون الاسلام السياسي وبتشوف الايام دي الاحداث، مش الايام دي هيبقى لها مده، بس دلوقتي تصاعد اغتيالات تهديدات القوائم اللي ابتدت تتحط، استهداف شخصيات بعينها، قتل حرب يعني قتل بني ادمين وقتل روح نفسيه ومعنويه، عايزين حضرتك تفهمنا لان احنا كلنا محتاجين نفهم ومحتاجين نفوق. طب احنا يعني ليه الشعب المصري او ليه احنا كلنا قلقانين من الحكايه دي؟ يعني اولا هو القلق شيء طبيعي، لكن الجزائر مرت قبل كده بعشر سنين من الحرب المتواصله، كانوا قيادات الجيش وكانوا ضباط الشرطة لا يستطيعون لبس الزي العسكري مطلقا حتى لا يعرفوا أنهم عسكريين أو أمنيين، وكانوا لا يستطيعون السير في الشوارع، ورغم ذلك انتصرت الجزائر في النهاية على الإرهاب وقضت على الجماعة الإسلامية المسلحة، وهي كانت جماعة للعلم أشد تكفيرا وأشد بؤسا وأشد إرهابا من تنظيم داعش الآن، وهي الأصول الفكرية لداعش أو الامتداد التاريخي الحقيقي لداعش هو من الجماعة الإسلامية المسلحة جية، وانتهت الجماعة الإسلامية وبقيت الجزائر. يعني مصر مرت بموجة من الإرهاب في التسعينات وانتصرت مصر
وقضي على الإرهاب في التسعينات. فهذه موجة، هذه الموجة لا تتعلق بمصر وحدها في الحقيقة، هي تتعلق بكل الإقليم. يعني الموجة اللي احنا بنشوفها من الاغتيالات أو نشوفها من العمليات النوعية الإرهابية دي لا تتعلق بمصر وحدها، تتعلق شوفوا المحيط العام لينا ايه بالظبط. يعني باريس نفسها استهدفت بعمليات بروكسل، وهي بلاد يعني معروف مدى الامن فيها ومدى قدرات الامنيه فيها، يعني تعرضت لعمليات ارهابيه خطيره جدا. المانيا، كاليفورنيا، الولايات المتحده الامريكيه، تركيا، كل هذه البلاد تعرضت لموجات من الارهاب، وماليزيا كمان. وهنشوف ده في مصر متعلق كذلك بالدول العربية. يعني جنبنا ليبيا، شوفوا حالها إيه، الصومال، اليمن، البحرين، العراق، سوريا. يعني هي موجة داخل الوطن العربي، هلال إرهابي يحيط بالمنطقة حقيقي، لا يعني ليس مختصا بمصر وحدها ولكن مختص بالإقليم كله. ده نتاج ما يسمى ثورات الربيع العربي. فإحنا النهاردة ده يعني لا يتعلق بينا، لازم يكون عندنا أمل، لازم ندرك تماما أن الجماعات لا تنتصر على أي دولة، وفي النهاية يعني بينهزم الإرهاب. لكن ده يعني موجة، ودائما الإرهاب بيكون في حالة مد وجزر. يعني فنحن الآن طب دلوقتي يا أستاذ ماهر، أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة. يعني دلوقتي إحنا بنشوف أنه تطلع دعوات كتير جدا، أو ناس بتتكلم تقولي هم الإخوان لسه موجودين، لا هم ليهم دعوة باللي بيحصل، لا اصل دول قالوا ان هم ثوار مش عارفه ايه، اصل دول قالوا ان هم جماعه ايه، يعني اختلفت المسميات. وانا بشوف انه دايما بقول كده، وبشوف اساتذه بيقولوا كده، كلهم من رحم واحد، كلهم خرجوا من رحم شيطان واحد. يعني انا بالنسبه للاجابه على سؤال الاخوان، لازم نعرف ان الحال دلوقتي في مصر غير حال فترة التسعينات. كان في فترة التسعينات مطبق قانون الطوارئ، وكان قانون الطوارئ بيجيز للداخلية القبض على أي عنصر مشتبه به ويدعه في السجون، وبعد ذلك يقدم تظلم ثم تظلم آخر للإفراج عنه وهكذا. الآن الدولة المصرية لا يطبق فيها قانون الطوارئ. الموجودون في داخل السجون كلهم بلا استثناء على ذمة قضايا. عدد كبير جدا من الإخوان بنسبة من 50 إلى 60% من جماعة الإخوان ما زالوا خارج السجون، انقسموا إلى أقسام، جزء منهم خارج البلاد، وجزء منهم ترك الجماعة بالجملة كلية وانشق عنها، وجزء آخر ما زال يمارس العمل مع بعض المجموعات النوعية، وجزء بقي وانعزل عن هذه المجموعات النوعية وأدرك أن هذا الطريق خاطئ، وهو يريد إرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير من بقاء التنظيم في صورته الماضية. يعني هذه الجماعة موجودة، فاللي بيقول أن الإخوان مش موجودة، لا موجودة. الإخوان في قيادات كتير بره من الإخوان موجودين خارج السجون، هناك عناصر من القيادات بالفعل تم الإفراج عنها وبعدما انتهت من التقاضي أمام القضاء وأفرج عنها، فالإخوان موجودة. بالنسبة لكل هذه الجماعات الآن، يعني فيما بعد ثورات الربيع العربي، الخيوط الفاصلة ما بين هذه الجماعات هي خيوط دقيقة جدا للغاية. يعني من الصعب جدا أن نفصل ما بين جماعة وأخرى. السلفية الحركية هي مخزن للجهاديين في القاهرة وفي مصر كلها. الإخوان المسلمين هي بوتقة يعني وتجميع جمعت كل الجماعات وانضوت تحتها. فسنجد داخل الجماعات وعلى الإنترنت وعلى المواقع الافتراضية استخدامهم يا أستاذ ماهر، إن هم دلوقتي يعني حتى يعني بيتلزقوا كالعادة، أو بيحاولوا يظهروا بجلد جديد، يقول لك انا الفكر الثوري، انا اصلي معتنق مش عارفه ايه، اصله يعني وكانهم عايزين يخرجوا بشكل جديد، هو الشكل الثوري. يعني ده تبريرهم دايما. واحنا شفنا حتى في الحادث الاخير بتاع اغتيال الشهيد يعني عادل رجائي، انه ان هم قال لك اصل الثوار مش عارفه ايه، الثوار عمرهم ما بيقتلوا. في تطورات حقيقية يعني وتحولات داخل جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يطلق عليه التأسيس الثالث لجماعة الإخوان. كان من أحد رموز هذا التأسيس الثالث هو محمد كمال الذي قتل في الأيام الماضية، وأبنته هذه الجماعة التي قامت بالعملية أمس.
هذا التأسيس يعني بيعتبر أن الثورية هي استخدام السلاح وهي كل ما أي وسيلة للمواجهة هي ثورية. يعني ده تفسير غريب جدا 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 للفعل الثوري. بيعتبر أن الإصلاح في مصر لا يجوز وفشل بكل الوسائل وأنه لا يجوز الإصلاح إلا بحمل السلاح وباستخدام مجموعات نوعية، وده تفسيره أيضا غريب جدا. بيعتبر أن المقاومة هي هذه العمليات، وهذا شيء أيضا أشد غرابة. فهذا التحول الغريب داخل جماعة الإخوان أوصلنا إلى أننا نرى تنظيم يعتبر تنظيما جديدا، تنظيما وحالة جديدة، حالة إخوانية جديدة، هي حالة النظام العسكري وحالة الجماعة المسلحة. ولذلك أنا يعني بعتقد أننا أمام شيئين، يعني إما أن نرى جماعة ستنشأ جديدة باسم الإخوان المسلمين، هي جماعة مسلحة قريبة من الجهاديين ومن تنظيم داعش، وإما أن تقوم الجماعة الأساسية بالسيطرة على مخالب التنظيم ثم تقديم مراجعة حقيقية بناء أو اعتراف بأخطاء. يعني نحن في كلا الحالتين ما زلنا ننتظر، لكن الصوت الأقوى الآن هو للجماعة المسلحة وللمجموعات النوعية ولهذا التيار الجديد داخل جماعة الإخوان المسلمين. أقل جرائم جماعة الإخوان المسلمين هي أنها حتى هذه اللحظة لم تستنكر ولم تصدر أي بيانات حقيقية لاستنكار أو للهجوم على هذه المجموعات النوعية وعلى ما يحدث في سيناء أو ما يحدث داخل مصر من هذه العمليات. أنا بشكرك جدا أستاذ ماهر الباحث في شؤون الإسلام السياسي، بشكر حضرتك. أنا عايز أقول لكم أستاذ ماهر بيكلمنا، هي الفكرة كمان في قتل كمان معنوي، في قتل معنوي موجود على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قتل معنوي لينا، قتل معنوي نخلينا نشك بعض. يعني انا ما ثقش فيك وانت ما تثقش فيا، يبقى دايما عندنا حاله من فقدان الثقه، فقدان الثقه بالنفس، فقدان الثقه في انه في بلدنا، فقدان الثقه انه احنا نقدر نعمل، فقدان الثقه بان انت كل واحد بتسمعه تبقى يقول لك لا، يشككك فيه، ياخدك في مجال تاني. ده برضه على فكره ده نوع من أنواع القتل الخطير، لأن دي حرب باردة، دي اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، الحرب الباردة. ودي على فكرة في قالك 50، في كتاب كان نازل كده كان بيقولك تاريخ الحرب من أول ما بدأ من وقت حسان طروادة لحد ما وصلنا للحرب الإلكترونية اللي احنا فيها دي. بس هو كام واحد بيقرأ؟ ناخد معتز من القاهرة. معتز صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح النور استاذ معتز، ازي حضرتك؟ مع حضرتك عميد صادق معتز عبد الملك غريب. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك. اهلا بحضرتك. حضرتك يعني اول واحد بس بيعقب على الناس اللي بتعمل دعوات وغير ناظره لمن يستشهد يوميا من الزملاء الاعزاء وحتى من المدنيين. الموضوع مش موضوع حضرتك ان احنا نهيج على 11-11. هو 11-11 ده شيء كأنه لم يكن ولن يحدث ولن يسمح بالرجوع للخلف إطلاقا. هي المهمة حضرتك ان احنا زي حضرتك كده في سن حضرتك شابة، الشباب يعني يقترن او ياخد حضرتك قدوة، ياخد اللي في سن حضرتك قدوة. الشباب كله هم بيخلوهم يا ساتر العالمين، هم بيخلوهم ما يسمعوناش. يعني هو لما نيجي احنا نتكلم هو دايما على طول دلوقتي في تشكيك في اي حد بيطلع يتكلم، اي واحد حتى لو شكله كويس وطالع بيتكلم يقول له لا ما ده شكله كويس، ده اي حاجه في اي حاجه بتتقال دلوقتي يا فندم، اي حاجه عشان الناس ما تسمعش بعض. هو للاسف 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 ان احنا بننظر الى حاجات يعني هو نوقف المشاريع العملاقة عشان نجيب شاي وسكر، خلاص نوقف العاصمة الإدارية، نوقف الأنفاق، نوقف الطرق والكباري، نوقف الإنشاءات بتاع محدود الدخل ومتوسط الدخل ونجيب زيت وسكر. إذا كان هو العملية عملية استكفاء للبطون خلاص نحي مصر جانبا ونبص لزيت وسكر. زيت وسكر إيه؟ الموضوع يعني أعمق من كده بكثير، بس الناس تتعظ وتعرف. احنا قعدنا في القوات المسلحه وخدمنا في اماكن مختلفه وشوف
احنا ما لن يراه احد. احنا مش بنتسول بظروفنا ولا بنتسول باللي احنا شفناه ولا 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 ولا، بس بنحس ان في بلد وطن اسمه ربنا يدي حضرتك العمر والصحه يا رب. ويعني بشكرك جدا سياده العميد سابق معتز، ويعني يعني طبعا اكيد زي ما شفنا من كلام سياده العميد انه خدم في الجيش وخدم في اماكن كتير جدا، وكلمك بيقولك وطن. على فكره العقيده بتاعت رجل الجيش الوطن، الوطن ثم الوطن ثم الوطن. ما عندهمش اي يعني ما عندوش يعني، هو ده اللي بيتعامل بيه بلده وطنه. قاعد بقى في الشارع بياكل ما بياكلش، على الحدود، الدنيا حر الدنيا برد، ما بيشوفش عياله، مش عارف بيته ده فيه سكر وزيت ولا لا، مراته دفعت قسط المدرسة ولا ما دفعتوش، ابنه سخن راح للدكتور عمل عملية ولا لا. هو ده، هو ده على فكرة. يعني شهيد سيادة العميد أركان حرب عادل رجائي، ربنا يعني يا رب يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وهو ربنا رحمه وربنا يرحمنا احنا، صبر قلب زوجته يا رب. شفتوا امبارح كان بيتعرض كتير جدا، انتوا شفتوه عايش فين؟ ساكن فين؟ شقته عامله ازاي؟ هو بقى عايز يقول لك بص ملايين اللي بيودوا ولادهم مش عارفه فين، بيعملوا ايه؟ وانت ما تعرفش. اسد راجل واستشهد بطل. وانا بتابع الحادثه بتاعت سجن اسماعيليه، رجعنا تاني، ما عارف اللي يقول لك ما اشبه ليلتي بالبارحه، افتكرت اللي هو الباترون، شهيد اللي هو الباترون الله يرحمه. نفس السيناريو نفس الاسلوب، افتح السجون يهربوا جماعتهم واخواتهم. ده مش بكلمك عن تاريخ بقى اللي هو تاريخهم الاسود اللي بدي بقاله كذا سنه، لا ده انا بكلمك لسه يعني بعد ثوره يناير او في احداث ثوره يناير، 3 ايام سجون، مهم الاهل والعشيره يخرجوا ولاقيهم قاعدين زي ما شفتوهم قاعدين مع في وقت ذكرى انتصارات اكتوبر في الاستاد، ويلاقي التليفون جاهز يدخل يعمل مداخله على الجزيره. انا حافظه السيناريو يعني، اللي اذا كانوا هم عملوا عليه شويه تعديلات بقى ولا حاجه الايام دي، هو ده السيناريو اللي موجود. نفس الفكره، سلاح، سجن يتفتح، هم يهربوا، واللي هرب مين؟ الحبه اللي هربوا مين؟ العتاوله بقى. ما في محمد كمال هو واقع بره، طب ندخل نجيب الناس اللي في السجن جوه، طب نهربهم، طب نعمل ايه، طب نرجعهم، طب نعمل فوضى. طب على فكره ما تقلقش خالص، انت لو فضلت مستجيب ليهم اوعى تقلق على موضوع الفوضى ده، انت حضرتك هتقدمه لهم على طبق من ذهب، ما تقلقش خالص. افتكر ايه اللي حصل بعد 25 يناير. على فكره لا مرعوبين ولا خايفين، انتوا اصل احنا النهارده قلنا لكم مفيش ضيوف، انتوا الضيوف. اللي عايز يعني يفكر انه مستغني عن بلده ويلاقي حته ثانيه، طب ده قاعد بره في تركيا انت عندك ايه؟ او قاعد في امريكا انت عندك ايه البديل اللي بيلعب بعقلك ده؟ بيقول لك اطلع انا نازل، ما تنزل يا عم، هو انت ما بتخوفنيش انا، ما تنزل، ما تنزل وارحمنا. هتقتلوا بعض؟ هتاكلوا بعض؟ هتسرقوا بعض؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ هيطلع عليك يسرقك؟ هيطلع عليك يقتلك؟ هيطلع عليك ياكلك؟ هيخشوا الجمعيات والمولات وينهبوها زي ما عملوا قبل كده؟ هيخرجوا المساجين اللي في السجون في الشارع وانت قاعد بقى ارجع بقى؟ بس على فكره احنا يعني وقت، انا ما اعرفش دلوقتي الوضع ايه، احنا وقت ثوره يناير كان في رجاله واقفين في الشارع ولجان شعبيه، وشوف بقى تخيل بقى دلوقتي ان انت عندك حد بيعمل كل ده بدالك وانت قاعد في البيت، وكمان مش عاجبك، وكمان مش عاجبك. بس احنا بننسى بننسى، وانا مصره نقعد نفكر بعض، ومصره نقعد نفوق بعض، حتى لو كلامي مش هيجي على هوا ناس تانيه ما يهمنيش، مش فارق معايا. يعني
هتعمل ايه؟ كله من عند ربنا، بس كلمة الحق انا مش هسكت عنها. روح لزميلتنا مروة الشبراوي تقدم لنا موجز التاسعة، وبعدها نرجع نكمل معاكم. تليفونات مفتوحة، انا عارفة زمايلي بيبلغونا، احنا يعني هنخرج بس للموجز وبعدها هنكمل مع حضراتكم. صباح الخير عليك يا مروة. يا رب الأبد تطلع ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، يا بطل هات لي انتصار بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله انتصار جاي. بصوا تعالوا كده نرجع شوية. أنا قلت لكم فاكرين في حلقة كده قلت لكم إذا كنا نسيتوا اللي جرى أو إذا كنتوا نسيتوا اللي جرى جيبوا الدفاتر تنقرا. المثل بتاعنا هو إحنا نسيناهم ولا هم اللي نسونا، ولا قلنا بقى خلاص احنا طلعنا 30/6 خلاص سيبنا كلنا ايدينا؟ مش ده اللي حصل؟ مش احنا اللي طلعنا وقلنا للريس لو سمحت يا ريس اترشح رئيس للجمهورية، ونزلنا قلنا له احنا بنفوضك عشان في الحرب ضد الارهاب؟ مش احنا اللي نزلنا عملنا الكلام ده، ولا كانوا جايبين ناس من بره 30-40 مليون اللي كانوا في الشارع؟ مش احنا اللي نزلنا عملنا الكلام ده؟ وبعدين بعد ما عملناه بقى قعدنا فنسينا. لا، انا محتاجين نفتكر ونفكر بعض عشان بتفتكر الايام اللي احنا فيها دي. افتكر كويس هو بيعمل فيك ايه. هو وقتها كان في ازمات، بس ازمات كانت ازمات تانية برضو، كان في ارهاب بس كان بشكل تاني. ما هو الحية دايما بتفضل تبدل جلدها لحد ما يتقطع دلها، هي دي طبيعة الحية كده، وتفضل تجيلك تتقرب 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 لحد ما تحس بالأمان وتحس بالدفى جنبك عشان تلدغك. هو ده اللي بيحصل. فتلاقيه طلع لك أزمة، أي أزمة، إما كانتش أزمة السكر هيبقى أزمة الزيت، هيبقى أزمة لبن الأطفال، هيبقى أي حاجة. أنا أصلا عشان تبقوا فاهمين وبقولها لكم، أنا 11 والهطل ده أنا شخصيا مش عايزة أتكلم فيه، أنا مش عايزة أروج له، أنا مش مقتنعة بيه. وبعد 11 زي ما كانوا كاتبين ناس كتير، ونعيدها لكم تاني، وبعد 11 الحق 25 يناير الحق مش عارفة ذكرى إيه الحق هباب ايه، ونفضل عايشين في كده. احنا مراش حاجه تانية غير كده. ده 30/6 ده ذكرى فض اعتصام 4 ده ذكرى هباب ده ذكرى قطران، احنا مراش حاجه تانية. واللي بيحصل بقى بالظبط، الشرطه تنزل الشارع، يا عيني الغلبان بتاع الامن المركزي ده، يعني انا يعني يا رب تكون امه دعياله. ده بقى ما بقى ده على طول بقى في الشارع، انزل امن انزل امن انزل امن، وخلاص ما بيعملش اي حاجه تانية. ده بدل بقى انت عايز الضابط ده بدل ما يروح يجيب لك قضيه تموين عشان واحد سرقك، لا هو ماروش اي حاجه. ما يعني هو هيعمل ايه بقى الراجل؟ هيعمل ايه يعني ضابط شرطه ده؟ هنلومه ليه؟ الجيش بيأمن الحدود، بيحققوا المعادله الصعبه. احنا عندنا دوله دلوقتي بتحاول تعمل المعادله الصعبه. المعادله الصعبه ان انا بعمل تنميه وانا بحارب ارهاب، بس هو انا حد مساعدني على التنميه؟ هو حد صابر عليا؟ ده انت عايزني نزلت اخترتني، وانا بقولها لك اهو بمنتهى الصراحه واعنيها والكلام ده على مسؤوليتي، نزلت اخترتني رئيس جمهوريه عشان عايزني انا احارب وانمي. وانت بقى بص الشكوى، لو ناس عندك كيس رز تمسك فيا، لا تعالى انت مطلوب منك تحارب ارهاب وتنمي لي البلد دي وتصلح لي الصحه والتعليم وتعمل لي مشروعات وتعمل لي كل حاجه، وانا كمان هحاسبك لو ناقص من عندي كيس سكر في البيت. هو اللي ماسك مسؤوليه في البلد دي كده، يعني اي حد يمسك مسؤول مش يعني مش شايفاه اوبشن بالنسبه له خالص. تعالوا بقى اذا كنتوا نسيتوا اللي جرى جيبوا الدفاتر تنقرا. والدفاتر ليه؟ ده الدفاتر دي يعني سجلت وحولتها ارشيف. احنا ما حولناش ارشيف خالص، ده لسه بفكرك من سنتين وشوية. تعالوا نفكركم مع بعض ونفتكر كمان، يلا بينا. زي ما انتم شايفين دلوقتي
ده التاريخ بتاع الجماعة، مشاهد العنف، الحاجات اللي حصلت. ده لسه، ده اللي كان لسه من سنتين وشوية، يمكن قرب على الثلاث سنين. ده لسه يعني، ده كان المشهد اللي كان فيه مصر، ده كان المشهد اللي فيه مصر عند الاتحادية، عند سور الاتحادية، وهو كان معمول مجازر لينا. ده المنظر اللي كان موجود، ده المنظر اللي كان موجود في، بتتكلم على حرق كنايس، على ضرب، على قتل، على سلاح. سكان مدينة نصر بالمناسبة ولهم كل التحية والتقدير، بس دي رسالة أنا نفسي أقولها لكم اللي قاعدين بيشتكوا هناك، اللي هم سكان مدينة نصر، اللي هم طبقة فيهم المتوسطة والعالية شوية. هو انت وانت بتشتكي دلوقتي عشان وانت نازل، يعني انا عايزه اقول لكم في حاجات، عارف اللي هو همي يبكي وهمي يضحك، همي يبكي وهمي يضحك. طيب ما حد يقول لك اصل هو في بلد الموبايل فيها يوصل ضعف ثمنه في كام شهر؟ يا نهار اسود ومهبب، يا نهار اسود ومهبب بجد. اصل انا لما كنت بسافر كنت بغير الدولار بكام؟ ما يتحرق الدولار على تغييره، وان شاء الله بنغيره. احنا عايزين دولار دلوقتي في حاجه مهمه واحده، مهمه رئيسيه بس، انه يجيب الحاجات اللي فيها سلع استراتيجيه علشان نقدر نعيش. مش مهم يتجاب بيه هدوم على فكره مستورده من بره خالص، لكن كل واحد بيدور يجيب دولار منين. اللي بقى عايز عشان بيستورد بيه حاجات لانه شغلته كلها يعني على الاستيراد، وده برضو واحد تاني معذور، اصل مفيش انتاج. طب نعمل، نرتب الدنيا ازاي؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ انا مش عارفه، انا مش عارفه نعمل ايه. يعني انا بقعد اسال نفسي نعمل ايه، نفوق بعض ازاي؟ مش هقدر انافقك على فكره ولا جاملك، مش هينفع نجامل بعض دلوقتي. احنا محتاجين نقوي بعض، نقول يلا نشد حيل بعض، نقول ما فيهاش حاجه لما نيجي على نفسنا شويه. ما احنا عايشين في بلد مستورين، عندنا بلد لمانه. فكره ان احنا عندنا بلد لمانه دي نعمه كبيره جدا من عند ربنا. سيقول لك يا عمو انت هتقول لي يعني ان ده اوبشن ان احنا عندنا بلد لم، طبعا ان انت عندك بلد بتلمك، مقويين فيها زي ما احنا، بلدنا مصر زي ما هي، مشاكلها جوه نقدر نعديها لو ما سرقناش بعض، لو بقى عندنا ضمير، لو رجعنا اخلاقنا الحلوه بتاعه المصري الاصيل، لو كلنا وقفنا جنب بعض عشان نحارب الهم والقرف اللي احنا فيه، لو كل واحده في البيت مسكت عيالها ربتهم ووعتهم وقالت له خلي بالك ما تخليش حد يضحك عليك. بس هو ده، لو بطل كل واحد يفكر في نفسه، لو بطل كل واحد يفكر في نفسه. خلينا نروح طيب علشان بيقولوا في حادث، تعالوا نروح للاداره العامه للمرور نشوف زميلنا كريم رجبي هناك يطمنا يقول لنا ايه الحادث ده وايه اللي حصل. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير على كل ضباط وافراد الاداره العامه للمرور. صباح الخير يا اسماء. احنا النهارده من داخل الاداره العامه للمرور بنحاول نرصد الحركه المروريه في صباح هذا اليوم بخصوص هذا الحادث الذي تتحدثين عنه. يعني هذه المعلومات المتوفره هنا سيقولها لنا الرائد احمد نور في هذا اللقاء، وهو من الاداره العامه للمرور بغرفه العمليات. اهلا بك فندم. صباح الخير لسياده كل جميع الساده المشاهدين. يعني الزميله اسماء مقدمه برنامج البرنامج الصباحي في قناه النهار تسال عن الحادث يعني الذي وقع في صباح هذا اليوم، وتقول هل له تأثير على الطرق الدائرية؟ بالنسبة للحادث الوحيد المتواجد عندنا صباح اليوم كان حوالي الساعة 7:20، كان كسر أكس بالنسبة لسيارة نقل تيل بالتحديد بالمقطورة، وانقلاب بعض الحمولة على طريق الإسماعيلية بالتحديد منزل كوبري مساعد محمد حربي. بحمد الله مع خدمات الإدارة العامة للمرور تم رفع السيارة وتجنيب بالنسبة لحمولة السن بحمد لله. بالنسبة لباقي المحاور، بالنسبة للحالة المرورية الحمد لله احنا على وشك الانتهاء بالنسبة لفترة الذروة الصباحية. كثافات المتواجدة بصفة مستديمة اعلى الدائري قادم من اعلى المريوطية متجه لمنزل المنيب.
الحمد لله على وشك الانتهاء الان. فقط متبقي معانا بالنسبه لكثافات الدائري بالكامل القادم من مناطق التجمع الخامس ومتجه لمنزل البحر الاعظم بعض الكثافات لوجود بعض التحويلات بمناطق الجيزه مؤثره بالسلب بالنسبه لشارع البحر الاعظم ايضا بالنسبه للدائري. وبننصح الساده المواطنين النزول من منزل اثر النبي او مسطح الاستيراد اتجاه مناطق صلاح سالم اتجاه مناطق كوبري عباس ومناطق الجيزه. بالنسبه للتحويلات دي متواجده في مدينه محافظه الجيزه بالتحديد بميدان النهضه وانشاء نفق شارع الجيزه. النفق هيخدم في القادم من مناطق ميدان الجيزه المتجه لميدان الجلاء والاتجاه المعاكس. هيتم ازاله الاشاره المتواجده بميدان النهضه تماما وبنامل عقب الانتهاء وجود سلاله مروريه تامه. بالنسبه للتحويلات هيتم السلوك شارع الدكتور محمد فؤاد للقادم من ميدان الجيزه اتجاه مناطق ميدان الجلاء، الدخول من شارع محمد فؤاد لشارع النيل السياحي ثم العوده مره اخرى لشارع الجيزه اتجاه الجلاء من عن طريق شارع الطحاويه. القادم من ميدان من كوبري الجامعه متجه لميدان الجلاء هيتم السير اتجاه شارع ابن مالك ثم مسطح اسفل كوبري الجامعه ومنه لشارع النيل السياحي والدخول الى شارع الطحاويه ومنه لميدان الجلاء. القادم من جامعه القاهره ومتجه لميدان الجلاء يتم الدخول اجباري لمسطح اسفل كوبري الجامعه ثم الدخول شارع ابن مالك يسارا اتجاه شارع النيل السياحي ومنه يسارا اتجاه شارع الطحاويه والعوده مره اخرى لشارع الجيزه وميدان الجلاء. هل الطرق الدائريه يعني بها اي اعطال او تحويلات تود ان يعني تنصح بها الساده المواطنين؟ لا تمام. بالنسبه فقط القادم من مناطق التجمع الخامس ومتجه للمناطق المريوطيه بسبب منزل البحر العظم يفضل النزول من مسطح الاستيراد او منزل اثر النبي اتجاه مناطق القاهره صلاح سالم حتى مناطق كوبري عباس ومناطق الجيزه. شكرا جزيلا الرائد احمد نور من غرفه الامانات التابعه للاداره العامه للمرور، شكرا جزيلا لحضرتك. دي اسماء كانت يعني ابرز يعني ما قاله الرائد احمد نور في هذه الجوله الصباحيه المروريه، ونعود اليكم مره اخرى في الاستوديو. بشكرك جدا يا كريم ان شاء الله، وشكر طبعا موصول لضباط وافراد الاداره العامه للمرور، يا رب كلكم توصلوا بالف سلامه باذن الله. رساله جت هي سخيفه بس انا هقولها. أسماء حسن بتقول بصوا إن إحنا مش حاسين بالشباب، انزلوا شوفوا مصر الحقيقية في العشوائيات والمراكز. مصر الحقيقية في العشوائيات على فكرة، دولة بقالها سنتين بتشتغل إن ما يبقاش فيها عشوائيات. إحنا مش محتاجين ننزل نشوف ونبص، إحنا عارفين إن البلد فيها عشوائيات. بس أنتِ مش عايزة الناس تقوم من العشوائيات، لأن لما الدولة بتقوم تعمل مشروع تخرج الناس من العشوائيات، أنتوا مش عاجبكوا برضه. ما تتاجروش بيهم وانتوا قاعدين مكانكم. ما تتاجروش بيهم. مالكيش دعوه باللي قاعدين في العشوائيات. عشان هم ما عندهمش التليفون حضرتك وباقه الموبايل. هو ده اللي هو بيعمله، ويقول لك الناس حاسه بالفقر والغلابه والعشوائيات، فاحنا بنعمل ايه؟ بقالنا سنتين شغالين في ايه؟ مش انا كاسماء يعني، بتكلم على البلد. شغاله في ايه بقالها سنتين؟ وبعد سنتين ان شاء الله مش هيبقى فيه عشوائيات عشان تبطلوا وتكتموا وتبطلوا تتاجروا بيها. هنشيلها من قاموس حياتنا كمصريين. هنخلص العشوائيات، هنتاجر بايه تاني بقى؟ هنفكر بحاجه جديده نتاجر بيها. انت بتكلم يقول لك اصل انا بتكلم باسم المواطن الغلبان. تاني وتالت ورابع، المواطن الغلبان ما عندوش الاوبشن اللي حضرتك عمال بتتكلم بيه اسمه ده وتاجر بيه على الفاضي. هو مش قاعد عنده انترنت مفتوح وبيعمل بيشحنه بدولارات، مش احنا عندنا الدولارات، انت اللي عندك، احنا مش عايزين نجيب الدولارات، انتوا بتعرفوا تسلموها لبعض كويس. احنا بناخد فلوسنا مرتبنا بالجنيه المصري. فهو ده اللي بيتقال. هو ده اللي هو عايزك تشوفه. البلد انزلوا شوفوا البلد، شوفوا الناس عايشة ازاي. احنا 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 هننزل نشوف البلد، احنا عارفين ال 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 البلد عايشة ازاي. انت اللي قاعد تندب بس على الفيسبوك ما بتعملش حاجة. انت واحد على الاقل انا بنزل اشتغل، باخد فلوسي دي كتير قليل من شغلي. انت بتعمل ايه ان شاء الله؟ احنا معانا ابو البطل. ابو البطل، ابو الشهيد البطل. الحاج عبد المنعم المسلمي، ابو الشهيد البطل
سلام. صباح الخير يا حاج. صباح الخير عليك يا ابو البطل. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا ست الكل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ونعم بالله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. منهم من قضى نحبه ومنهم من انتصر. وانا لله وانا اليه راجعون. فانا مش ببلغ تعزيه للاستاذ ساميه في الشهيد عماد في الشهيد الشهيد عماد لا. عادل في الشهيد عادل لا انا بهنيه ولا افتخري ان ده تاج على راسك. طيب. زي ما هو تاج على راسي وراس ام اسلام وراس ام كل ام شهيد وكل زوجة شهيد وكل ابن شهيد. دي تاج احنا كل يوم شهيد ورا شهيد. احنا عزيمتنا واصرارنا بزيد بزيد قوه بزيد حماس عشان نوقد الخونه والكفره اللي بيتاجروا باسم الدين. هو مفكرين الدين ده ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى عنهم في كل كتاب هم العنين شهدائنا في الجنة وهم زي الكلاب في قلب الصحراء سجيفة لهمش لازمة. فاحنا بنقول للشعب المصري فوقوا واصحوا وعرفوا ان الجيش هو سندنا وهو عمدنا وهو بلدنا. مصر هي مصر وهتفضل مصر وكانت أم تقول هي مصر رغم الحاقدين والكارهين. ففوقوا يا أهل مصر وخليكم ورا قائدكم ورا جيشكم ورا شرطتكم. سيبوكم من التفاهات اللي بتتقال ومن السموم اللي بتندسككم في الفيسبوك ووسائل الاعلام المزيفه. فوقوا واصحوا. احنا مصريين. انا عن نفسي قسما برب العزه انا لو لاقي سلاح لطالع ولادي. انا يعني انا ابو الشهيد وانا نفسي ابقى شهيد. وكل انا من انا مسمي يا استاذه كليه الشرطه والحربيه مشروع شهيد. مشروع شهيد لان العالم دي رسهم على ايديهم. طالع مش عارف مش راجع يا يرجع يا ما يرجعش. بيتعامل اللي بيتعامل مع مجرمين واللي بيتعامل مع 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 اعداء. ربنا يصبرها ويقويها ويقوم عزيمتها يا رب ويقوي كل ام شهيد. ربنا يقويكم. ده احنا بناخد الصبر والقوه منكم يا حاج عبد المنعم. ده انتوا اللي بتدونا القوه والصبر. ده يعني بدل ما احنا بندعي لكم طبعا من قلوبنا بالصبر انتوا اللي بتدوه لنا الصبر والقوه. الحمد لله رب العالمين. ربنا نعم علينا بالصبر. ومش هقول لك انا مش زعلان. انا زفيت اسلام وهو رايق في جنازته في 1/7/2015 وزفيته في وكانت اكبر حفله وزفه لي يوم الندوه الندوه التثقيفيه. كان بسم الله ما شاء الله الله اكبر على قواتنا الله اكبر على جيشنا الله اكبر على رئيسنا. شوف البلد خلي العالم يشوف البلد بالعين اللي هي. هو انا ممكن اسالك سؤال يا حاج عبد المنعم؟ امور يستكون. يا رب يخليك. انت يعني هسالك انت جبت القوه دي منين؟ جبت الصبر ده منين؟ ده من ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. انا بمارس حياتي ست كل وبضحك وبتكلم وبهرج بس في لحظات فراق لازم الواحد دي الفراق بس اللي صعب. فلحظات في ذكريات بفتكر بيني وبين نفسي ودي ربنا سبحانه وتعالى مسامحنا فيها. طيب. لكن احنا لازم نقوي عزيمتنا ولازم نمشي حياتنا ولازم نعيش مع الناس وليش ونروحش مع عملنا. ما جاش عليك وقت وقلت طب وانا ايه اللي خلاني يعني ما كنتش دورت ولا شفت واسطه ولا صفرت اسلام بره ولا معلش انا اسف ان انا بسالك السؤال ده. انا اسف. اصفره او مثلا زي ما بيقول لك اصفره بره يروح يشوف مستقبله في حته تانية بره ما جيتش في مره قلت انا ايه اللي خلاني وافقت ما انا كنت شفت له مستقبله في حته تانية. ما جاتش عليك الوقت ده خالص؟ يا استاذة اسلام راجل رنسانس حقوق ومجند بيأدي رسالة البلد بيأدي الدين اللي عليه للبلد. انا ادور له بعد ما يخرج. وانا اقول لسيادتك على حاجة. انا وهو احنا في العمر انا وديته دورت له مع جوز اخته في السعودية وربطت له على كل حاجة. انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد. وكل نفس ذائقة الموت وما تدري نفس بأي ارض ماذا تكسب غدر وما تدري نفس بأي ارض تموت. انا مش في علم الغيب. انا بدبر وربنا سبحانه وتعالى. لا انا بتكلم بتكلم بعد الشهيد اسلام البطل الله يرحمه وما استشهد ما عدتش راجعت نفسك ولا قلت اي حاجه سلمت امرك لله؟ يا ست الكل انا قدمت لاحمد ابني في الحربيه. انا قدمت لاحمد اخوه الثاني في الثانويه العامه في الحربيه. ايه ده يعني حضرتك دخلت اخوه اللي قدمت له في الحربيه؟ لكن لسوء حظي وحظي ان هو ما قبلش. لكن وانا لو مطلوب مني الوقت اخدم الوطن هروح.
الله عليك يا كابتن منعم، يعني انا بشكرك طبعا جدا جدا جدا. يعني انا بقول للاستاذه سامي زي العابدين شد حيلك، وانا انا مبسوط من قوتك وايمانك، وربنا ملهم عليك الصبر وقوه الايمان اللي عندك دي، عايزه تبقى عند كل ام وكل اخت شهيد وكل زوج شهيد، لان احنا بنحارب ملاعين ملاعين عامرين زي الجرذان بيطلعوا من جحور ما تعرفش هم منين، لكن هم دول حشره ليس لهم اساس. ربنا يعني دايما دايما تحيا يعني مصر، تحيا مصر، تحيا مصر القائدة، جيش مصر، كل الشرفاء فيها باعلامها الشريف، باعلامها الشريف. ادعي لنا يا حاج عبد المنعم، على كلمه اعلامها الشريف. ادعي لنا يا حاج عبد المنعم، احنا يعني ربنا يقويكم يعني احنا دايما بنقول ربنا يصبركم، بس الصبر والقوه والله ما شاء الله، الله اكبر، يعني ما شاء الله الحمد لله، ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وارجوك تسلم لنا على ام البطل وتسلم لنا عليها الحمد لله. يعني خرجتها تشرح حياتها العمليه والحياه العادي، احنا بنعيش حياتنا عادي والحمد لله، لان الصبر من عند الله. قبل ما ينزل القضاء ينزل الله بالناس وينزل صبره والحمد لله. ربنا احنا متوقعين قبل استشهاده، فلذلك خفيفه على قلوبنا. ربنا يرحم شهدائنا جميعا يا رب يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين. سلموا على بعض، كل شهيد ببعت له، كل شهيد مستشهد ببعت سلام يا اسلام، والشهداء معاه كلهم كلهم بيسلموا على بعض. ربنا يا رب يكرمك. بشكرك جدا جدا حاج عبد المنعم المسلمي، والد الشهيد البطل اسلام المسلمي. شايفين القوه يا جماعه؟ شايفين القوه؟ شايفين الصبر؟ الايمان؟ ده صابر على ايه؟ ده مش صابر على انه وهو رايح يجيب كيس سكر ما لقاهوش ولا لقاه غالي، ده صابر على ضناه، صابر على ضناه. فوقوا يا جماعة، ده شوفوا ده صبره، شوفوا ده صبر على ايه، شوفوا الصبر القوة. لا وايه بقى كمان، انا مش عارفة يعني من يعني لما كان وقت الندوة التثقيفية كانت الأستاذة سامية زين العابدين بتعزي أم إسلام وأبوه، النهاردة هم بيعزوها طبعا، بطل وشهيد وبطل وشهيد. بشفت مش عارفين الاثنين، القوه اللي عندهم، القوه اللي عندهم، الصبر اللي عندهم، الايمان اللي عندهم. بقول لك واحد ابنه، في كتير كتير جدا زي الحاج عبد المنعم و استاذه ساميه كتير جدا اترملت وبقت زوجه شهيد، وصابرين صابرين بطولة، صبر واجب. ما فكروش بقى اشمعنى احنا اللي بيحصل لنا كده، اشمعنى احنا مش عارفة ايه، مفيش، راضي بقضاء الله وقدره. ابنه بطل، جوزك بطل، الملاعين بقى التانيين دول بيعملوا ايه؟ تقول اكيد مش من ولادنا، اكيد مش من ولادنا، مش من بلدنا، بيعملوا ايه؟ ما بيعملوش اي حاجه. تانية هعيد كلامي ده كل شويه، هيعملوا مهما يعملوا هنتكلم برضو وهنقول الحقيقه، وهنفكركم بتاريخهم الاسود اللي هما كل شويه بس بيحاولوا يهدوا كده شويه، يروح طالعين لك بحاجه جديده. يا ريتهم بيهدوا شويه، يعني يغيروا، بس يغيروا الجلد. فاصل ونرجع معاكم. اسمع كلامين مع بعض نهار جديد، ويعني بصوا زي ما قلت لكم انا ببقى نفسي والله يجي نرجع نتكلم مع بعض زي ما كنا بنتكلم في البرنامج من اول ما ابتدينا نطلع، وتبقى الضحكه والابتسامه ماليه وشنا، ونهزر ونتكلم مع بعض في كل اللي انتوا عايزينه. بس جت لو عملنا كده يعني يبقى ناس ما عندناش دم ولا احساس. المشكله ان انت في وسط كل اللي احنا فيه ده تلاقي حد مستخسر فيك ان انت تزعل، مستخسر فيك ان انت تعيط على اللي راح، مستخسر فيك ان انت تكون بني ادم اصلا بتحس. والله العظيم بجد يعني تلاقي فعلا في وسط السواد اللي احنا فيه ده تلاقيه مستخسر فيك تعيط على اللي راح. انت اصلا قلبك وجعك من العياط ودموعك خلاص تقريبا، خلاص الواحد
بيبقى مش قادر تلاقي حد مستخسر فيك انك تبقى بني ادم بتحس، مستخسر فيك ان انت تعيط، مستخسر فيك ان انت تحزن، مستخسر فيك ان انت تقول لا انا النهارده مش قادر افرح، لا انا النهارده مش قادر افكر في حله المحشي ولا كيس المكرونه. هو ده عايزين نبقى كلنا ما بنحسش اصلا. عادي يعني، ايه اللي حصل يعني؟ زي حد اصل البرنامج بقى دمه تقيل، طب مش قادره اضحك والله، اصل انت ما عندكش دم، مش هقولها غير كده، حتى عيب. احنا اتعلمنا الاصول، ومصر بلد الاصول، مصر بلد الاصول. لما يبقى جارك وبيت جنبك فيه حزن وفي عزا لازم تحترمه، لازم تحترمه. لينا امبارح برضو احنا كنا بنتكلم، كان في حاجات اللي اتحطت، قوائم الاغتيال، تهديدات ومنها لشخصيات وناس في الاعلام، وشتيمه على الفيسبوك وحرب نفسيه وتهديد تاني، ده كله بقى موجود. تعالوا بس ناخد معانا ضيفنا استاذ احمد عطا الباحث في شؤون الجماعات المسلحه، واللي كان امبارح كان ليه بيان كتبه واتكلم فيه عن رؤيته في الاغتيالات اللي بتحصل الممنهجه، واللي هي كمان مرتبطه بجزء كبير جدا من الاحداث اللي حصلت في السابق. استاذ احمد صباح الخير على حضرتك. الو. طيب رجع لنا تاني استاذ احمد. هنحاول لو ما تمكناش النهارده من التواصل مع الاستاذ احمد بكره ان شاء الله باذن الله. يعني لسه احنا مكملين معاكم على فكره، النهارده وبكره نهار جديد. بنبتدي كل يوم جديد، بنبتدي كل يوم بامل جديد، كل يوم يعني بنخرج نقول يا رب توكلنا عليك يا رب. عايزين الدنيا يتصلح حالها، بس هي الدنيا يتصلح حالها مش بان انا اقول بس يا رب. طبعا كلنا نقول يا رب، كلنا نقول يا رب، بس لازم نعمل اللي علينا. برضو انا عايزه ارد على يعني مشاهدين كتير جدا. استاذ احمد عطا رجع لنا تاني. يعني عايزه اقول برضو الناس بعتت لي، يعني الواحد بيبقى غصب عنه يا جماعه، يعني ما ينفعش بجد. يعني انت عايزني انا لو ام شهيد بتتفرج عليا دلوقتي او زوجة شهيد، ولاقيني صح الصبح كده هقولها على نفسي، تقول عليا انا ما عنديش دم، ما عنديش احساس. وعلى فكره انا اقصد بيها فعلا الناس اللي ما عندهمش احساس. ناخد استاذ احمد عطا. استاذ احمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ استاذ احمد حضرتك كنت اتكلمت وكان ليك مقال وبيان، وكنت كلمتنا فيه عن اللي بيحصل من اغتيالات دلوقتي وقوائم معده، وربطها باحداث كتير حصلت بس يمكن احنا ما حسيناش بيها. بص حضرتك، اولا تعازي لكل مصر واسر الشهداء واسره الشهيد اللواء عادل الرجائي. ما يحدث الان هو حرب ممنهجه لها الياتها، الهدف منها قصر اراده الجيش المصري، هدم المؤسسه العسكريه، تقسيم مصر بشكل او باخر. اعتقد ان كان في قبل ما اخش القائم السوداء والميادين المتحركه اللي تم تخطيط ليها منذ 3 أسابيع في لندن في اجتماع التنظيم الدولي، كان في تصريح بعد ثورة 25 يناير لمسؤول في الإدارة الأمريكية قال كالآتي، قال إن 2017 القطر اتحرك و2017 عام التقسيم. القطر اتقال 2017 القطر اتحرك. أيوة. اتحرك اللي هو قطار ثورات الربيع العربي واعاده رسم خريطه الشرق الاوسط. وعندما سئل عن مصر قال ان القطر اتحرك مش هترجع تاني. ده التخطيط الاداره الامريكيه، ده قبل وصول المعزول محمد مرسي واثناء فتره حكم المجلس العسكري. تمام. بالنسبه للقوائم السوداء والميادين المتحركه، خليني اقول لحضرتك ان انت بتواجهي دوله
غير معلومه متمثله في التنظيم الدولي لجماعه الاخوان المسلمين. التنظيم الدولي تاسس سنه 60، عنده مكتب ثلاثه مكاتب، مكتب في ميونخ في المانيا، ومكتب في لندن، ومكتب في لوزان في سويسرا. حجم استثماراته 33 مليار يورو لاستثمارات مع كل دول اوروبا بما فيها ايران. يعني في شراكه ما بين التنظيم الدولي في ريفاين اويل كومباني، تكرير بترول، هو يعني احنا كده يا استاذ احمد احنا بنتكلم على دول، يعني تنظيم دولي، ما بنتكلمش على 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 ان احنا بنتكلم على جماعه موجوده جوه مصر بس. لا لا لا، معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انا مش بواجه تنظيمات، انا بواجه دول. قال بنفس النص دوت. ايوه. نرجع تاني، التنظيم الدولي بيتابع كل صغيره وكبيره في الشارع المصري. يعني حضرتك ببرنامجك بكل المشهد الاعلامي مرصود وبيحلل من خلال ما يعرف بغرفه عمليات القاهره في اسطنبول. هتقولوا لي يعني ايه غرفه عمليات القاهره في اسطنبول؟ بعد ثوره 30/6 وتم اجهاض مخططات بما يعرف بحلم الخلافه، التنظيم الدولي اسس للقيادات الاخوان الحاربه قيادات مكتب الارشاد بما يعرف غرفه عمليات القاهره في اسطنبول. دي بمثابه جهاز مخابرات موازي بيخدم بيجمع معلومات عن كل ملفات الشارع المصري وبيخدم فيها كمعلومات، بيعمل فيدنج باك للتنظيم الدولي. تمام. بيرقص هذه الغرفه ايمن عبد الغني زوج ابنة خيرت الشكر. تمام. الغرفه ديت من خلال عناصر جماعه الاخوان المسلمين في صف ثاني وثالث واول. ما اقدرش المؤسسه الامنيه قدرت تستهدف العديد من القيادات. حضرتك معايا؟ ايوه مع حضرتك فندم، بس مع حضرتك انا بس ساكته عشان انا كمان عايزه الساده المشاهدين يركزوا في كلام حضرتك كويس جدا، اتفضل يا فندم. تمام. في ثلاث مستويات لعناصر جماعه الاخوان المسلمين في مصر. حتى عدد الاخوان اللي الناس كانت قبل ثوره 25 يناير ليس هو العدد بعد رحيل المعزول محمد قاسم. طبعا. الاخوان عملوا جمهوريه مصر الاخوانيه. عملوا استقطاب، ضموا العديد من المتحابين. المتحاب هو من يقتنع بفكر الجماعه وليس منظم وليس عضو تنظيمي، اللي هو يعني اللي تعاطف تقريبا يعني مع نقدر نقول كده تعاطف، يعني تعاطف نقدر نقول المسمى ده. المتحابين كثيرون. عدد عناصر جماعه الاخوان المسلمين. طب استاذ احمد انا عارفه يمكن النهارده الظروف ما سمحتش وكان غصب عننا، لكن انا بدعو حضرتك واسمح لي ان وقتك يسمح، لانه احنا عايزين نشوف يعني حضرتك درست وباحث وتقدر تنور يعني بصيرتنا كلنا وتفهمنا. انا بشكرك طبعا جدا استاذ احمد عطا الباحث في شؤون الجماعات المسلحه، وبعتذر طبعا لانه وقت البرنامج انتهى، وبعتذر لحضراتكم. انا عارفه انه كان في كتير جدا من حضراتكم عايزين يتواصلوا معانا، لكن احنا موجودين ومكملين، وزي ما قلت لكم معلش اعذرونا، انا بعتذر جدا جدا جدا، احنا مش قادرين نبقى في البرنامج زي ما كنا عادتنا كل يوم كل يوم. بنبتدي عندنا امل بس احنا عندنا وجع، وزي ما قلت لكم ان احنا اتعودنا في مصر وتربينا على الاصول دي، احنا عندنا حزن ووجع دلوقتي، ما ينفعش ما نحسش ببعض، ما ينفعش ما نبقاش قلبنا على قلب بعض، ما ينفعش ما نقومش ندور على بلدنا، ما ينفعش ما نلحقهاش، ما ينفعش ما ابصش قدامي، ما ينفعش ما نسمعش، ما تخليهوش يغمي عينيك، وعايزك تشوف راي واحد بس طول الوقت، وعايزك تدور على ازمه واحده طول الوقت، مره ثانيه وثالثه ورابعه. يعني ربنا يرحم شهدائنا يا رب. وزي ما بقول لكم يعني مش عارفه امتى هنحس، يعني احنا هنختتم سلام الوطني الجمهوري، جمهوريه مصر العربيه اللي هتظل باذن الله باذن الله باذن الله حرة أبية واقفة وصامدة وقوية.